Good morning, everyone. Today, Sabia, we are going to do a general revision for Unit 1, which is the material of your first month exam. Now, this revision will be divided into parts, and you are watching the first part of the revision. Now, let's start with the reading text, the portrait project. نص القراءة كان عندي مس، مثل ما بتعرفي كان عبارة عن مشروع لرسمة أو مشروع فني اللي هي للطلاب بحيث إنهم يوصلوا فكرة عن مدينتهم. هلا في عندك هنا مس البيجز اللي المفروض إنك أنت تدرسيها لحتى تتقني reading. We have pages 8, 9 and 10 from the student book, page 4 from the workbook اللي فيهم مس page 10 and 4 فيهم تمارين متعلقة بنص القراءة. And you have also to study the booklet أو اللي هو الملف أو الدوسية. The reading راح تشوفي تمارين على reading page 3 وراح تشوفي تمارين على الفوكابيولري page 2 وما تنسي مس إنه الكلمات المطلوبة منك بالفوكابيولري هي الكلمات اللي تم إرسالها بالstudy guide. Now let's start with the reading text. راح أراجع معك مس بس فقرة واحدة راح تكون كمراجعة مش للدرس نفسه وإنما مراجعة على نمط الأسئلة اللي ممكن ننسأل بأي امتحان عنها. لكن في عندي ملاحظة كتير مهمة لازم تقرأيها بإني أنا مس إذا جبت لك هاي الفقرة فهذا لا يعني إنها هي الفقرة اللي راح تكون موجودة بالامتحان وما بيعني كمان سابع إنه أنت ما تدرسي بقية الدرس. لا مس بدنا ندرس كل الدرس كامل. أنا جبت لك هاي الفقرة فقط كمثال لحتى نطبق عليها الأسئلة، فهذا ما بيعني إنه هي اللي رح تيجي بالامتحان، ما بيعني إنه إحنا ما ندرس إلا هي من الدرس، وإنما لازم ندرس الدرس كامل بتركيز ونكون جاهزين لأي فقرة ممكن تكون معنا بالامتحان. Now let's start with number one. رح أعطيكي مجموعة أسئلة على هاي الفقرة اللي موجودة عندك. اقرأ الفقرة أول وبعدين نروح للquestions. خلينا نروح لquestion number one. What could the student tell people about their town in the project? دائما مس نكون مستعدين لل WH questions أو اللي هي الأسئلة اللي بتكون بتتضمن معلومات. يعني لما نكون مثلا نسأل عن the place, time, something أو event حدث معين فنكون مستعدين لهذا النوع من الأسئلة دائما. هي نوع تعودنا عليه بالworksheets اللي كانت موجودة عندنا بالبوكلت. Now, they could tell about the buildings, the places, or about some people who live there. Okay, now students must create a portrait of their life. كان في عندي هنا إنه الطلاب المفروض إنهم يعملوا صورة أو عمل فني عن حياتهم. Now, after reading the paragraph, you will see that it is a fool's sentence. هاي الجملة كانت خاطئة لأنه إحنا ما بنعمل مشروع عن حياتنا وإنما we want to make a project about the place where we live. بدنا نعمل هذا المشروع عن المكان أو عن المدينة اللي إحنا بنعيش فيها. هلا في عندنا هون الخيارات رح تكون اللي هي true صحيحة إذا كانت الجملة صحيحة، false إذا كانت الجملة خاطئة، and I can't tell إذا كانت هاي المعلومة مش مذكورة أصلاً بالنص، بمعنى إنه ما كانت موجودة لا بشكل خاطئ ولا بشكل صحيح، ما انذكرت أبداً بالنص، وبالتالي we can say that I can't tell. Okay, now find a word that means to make or to produce. حكينا سابع إنه أنا في عندي مجموعة كلمات كلياتها إلها نفس المعنى أو اللي هم synonyms. هاي الكلمة اللي انذكرت معنا بأكثر من مرة بالنص اللي هي كلمة create اللي كانت بمعنى يصنع أو يعمل. وحكينا إنه create has the same meaning of make and it also has the same meaning of produce. Okay. Now we have the next question. What does the underlined pronoun refer to? في عنا هنا الضمير اللي موضوع تحته خط. You could tell them about buildings. خلينا نشوف الجملة اللي قبلها حتى نعرف نجاوب مس. You must decide what to tell people about your town. You could tell them about the buildings and the places or you could tell them about some of the people who live there. بدي أشوف مس. You could tell them about the buildings. مين اللي إحنا بدنا نخبرهم من خلال البروجكت اللي عندي؟ رح يكون هنا them بترجع ل people. So what does the underlined pronoun refer to? It refers to people. إذا بدنا نتأكد سابع
بنغطي كلمة them وبنحط بدالها people وبنشوف إذا المعنى رح يضل صحيح أو لا. خلينا نشوف مس. You must decide what to tell people about your town. You could tell people about the buildings and the places. وهيك طبعا المعنى عندي صحيح 100%، وبالتالي بكون اتأكدت إنه them بترجع ل people. Okay, now which word is a verb? خلينا نشوف الكلمات اللي عندي. Chance, decide, and university. Which one is a verb? Now, chance اللي هي بمعنى فرصة is a noun. University بمعنى جامعة it is also a noun. So the verb is decide اللي هي معناها يقرر. Now, which word is a proper noun? ما تنسي سابع أني أنا بميز بين النون والproper noun بأنه الproper noun بيعبر لي عن اسم مكان أو شخص. يعني the proper noun هو عبارة عن كلمة it is a word that tells us about a place or a person، بتحكي لي أو بتعبر لي عن شخص أو مكان. So it is the names of people and the places. طيب لما أجي أقرأ الكلمات هنا في عندي brown, building and university، رح نعرف مس إنه the right answer is brown. فbrown is the proper noun. هلا building و university هم عبارة عن nouns لكن مش proper noun، هي كلمات أو أسماء عادية ما بتعبر لي عن أسماء أشخاص أو اسم مكان. ما تنسي دائما إنه the proper noun لما نيجي بدنا نكتبه السابع رح يكون بيبدأ بكابيتال letter. طيب let's move now to the vocabulary. زي ما اتفقنا سابع رح يكون في عندي بالستدي جايد مجموعة الكلمات اللي مطلوب مني إني أنا أحفظها بالجدول، بمعنى إني أنا ما رح أحفظ جدول المعاني كامل اللي موجود بالبوكلت وإنما رح ألتزم بالكلمات اللي موجودة عندي بالستدي جايد. خلينا نعمل مراجعة سريعة لإلهم. Now the first word is portrait. Portrait is a noun، هي اسم، and it means a painting, drawing or photograph، أو اللي هي الصور بجميع أشكالها. We have the word interview أو اللي هي المقابلة، and the interview means the act of asking questions and answering. إحنا بنعرف مس إن المقابلة دائما بتحتوي على أسئلة وإجابات، وبالتالي ممكن إنك تتذكري دائما إنه interview it includes questions and answers and it is also a noun. We have the word volunteer أو متطوع، a person who works without payment أو الشخص اللي بيعمل بدون دفع أو بدون مقابل. وفي عندي هون مس اللي هي عندي noun بمعنى متطوع، بس ما تنسي إنه volunteer ممكن تيجي verb بمعنى يتطوع. We have the word session and session means a period of time in which an activity is done. هي فترة من الزمن بيتم فيها إنجاز نشاط معين أو بمعنى جلسة. And it is also a noun. We have the word present اللي هي هون عندي verb بمعنى يعرض to show. ورح نعمل مراجعة كاملة لكلمة present بأشكالها المختلفة اللي هي حكينا أنها ممكن تكون present أو تكون present ونعرف الاختلافات بينات. Now سابع let's move to the next word. We have the word create. حكينا it is a verb and it means to make or to produce بمعنى يصنع أو يعمل. The next word we have is discuss, which means to talk about something with other people. بمعنى سابع يعني أنا لما أتناقش أو أتكلم بموضوع معين مع الأشخاص الآخرين بكون بتناقش معهم. فdiscuss اللي هي بمعنى يناقش, which is a verb. And the last word we have is neighborhood, which means the area around your house أو المنطقة حول بيتك أو اللي هو بنسميه الحي. And it is a noun. طيب هلا هيك بنكون خلصنا الفوكابيولري. ما تنسي مس انه هاي هي الكلمات اللي راح تكون موجوده معك بالامتحان. Now let's move to the vocabulary. خلينا نعمل اللي هي تمرينات الفوكابيولري اللي كانت موجوده معنا بالكتاب which is in workbook page 5. Now in workbook page 5 سابع كان في عندي 3 words ثلاث كلمات اللي هم run, get on and present. وحكينا انه هدول الكلمات اللي بيميزهم انه كل واحدة فيهم لها اكثر من معنى. بمعنى مثلا اني انا كلمة run في لها اكثر من معنى حسب مكانها بالجملة، كلمة get on لها اكثر من معنى حسب مكانها بالجملة، ونفس الاشي عندي كلمة present. لكن حكينا انه present راح تكون مختلفة بانه انا حتى لفظها بيختلف حسب اختلاف ال part of speech. بمعنى اني انا إذا كانت noun أو verb بيكون إلها لفظ ومعنى مختلف. Let's start with the verb run.
حكينا مس إنه run can mean to organize بمعنى ينظم أو يدير. Like when we say Mr. Brown is running the project. هنا بيكون معناها إنه Mr. Brown يدير المشروع. فهنا عندي كلمة run ما بتقتصر على معنى الركض وإنما إلها معاني تانية. فحكينا the first meaning is to organize. The second meaning is flowing بمعنى يجري أو ينهمر. Like when we say her tears were running down her face بمعنى أن دموعها كانت تنهمر. أو حكينا أنه ممكن نكون نستخدمها نفس المعنى لما نكون نحكي عن الأنهار. And we have the final meaning which is going fast by taking steps quickly اللي هو المعنى اللي إحنا كلياتنا بنعرفه معنى يركض. Like when we say he was running so he wouldn't be late to school. كان في عندي كمان كلمة get on and it is also a verb. Now get on has three meanings. The first one is to climb into بمعنى سابع يركب. زي لما نحكي إنه مثلا إنه هو بيركب بالباص بيركب بالقطار. فكانت get on بمعنى to climb into. Like when we say we must buy a ticket before getting on the train. يعني before climbing into the train. The second meaning is to like being with someone بمعنى ينسجم أو يحب الوجود مع شخص من الأشخاص. Like when we say my brother and I get on with each other very well بمعنى أنه إحنا بننسجم مع بعضنا يعني to have a good relationship with each other. We like playing and talking to each other. We have the final meaning which means to make a progress or to improve بمعنى يتحسن أو يتطور. فكان في عندي هنا to make a progress بمعنى أنه هو يحرز تقدم بمعنى أنه هو كان بيعمل تقدم بهذا الإشي. Like when we say after many days of practicing بعد أيام من التمرين I am getting on well with playing piano أنا بتحسن بالعزف على البيانو. نيجي لآخر كلمة عندي اللي هي كلمة present. هل حكينا أنه present can be an adjective بمعنى حاضر يعني بمعنى سابع أنه هو موجود بالمكان. ما تنسي لما تكون بمعنى حاضر يعني being here رح تكون عندي adjective. Like when we say all students were present for the school concert كل الطلاب كانوا موجودين أو حاضرين بحفلة المدرسة. فلما تكون بمعنى حاضر أو موجود رح تكون عندي adjective. We can also say we can have a present when it means a gift بمعنى هدية. بس هنا بس بدنا ننتبه إنها راح تصير noun. Like when we say mom liked the present we brought her. فلما يكون معناها هدية راح تكون noun. لما يكون معناها حاضر بمكان معين أو موجود راح تكون adjective. وفي عندي كمان noun لما يكون معناها this time بمعنى بالوقت الحاضر. Like when we say in the present people use technology a lot. فكان في عندي هنا كانت noun بمعنى الوقت الحاضر. الآن آخر إشي عندي واللي أنا مهتميت له اللي هو كلمة حكينا هون present. الآن الأخيرة رح نلفظها كpresent. فإنه رح يكون في عندي الستريس أو التجديد على المقطع الثاني من الكلمة. هلأ present أو اللي هي الverb رح تكون عندي part of speech إلا هي فعل معناها to show أو يعرض. Sam presented his project last week بمعنى أنه عرض مشروعه الأسبوع الماضي. اوكي فاحنا بدنا ننتبه بس انه run دائما verb, get on دائما verb, present can be noun اللي هي بالمعنيين هدول بمعنى الوقت الحاضر وهديه, ممكن تكون adjective بمعنى موجود, وممكن تكون verb بمعنى يعرض. Now سابع we have the last part of our revision آخر درس ب part 1 من المراجعة اللي هو working with words اللي رح تشوفيه مس in the student book page 11 workbook page 6 and in the booklet pages 4 and 5. الآن working with words كان فيه قسمين. القسم الأول اللي هو adding T-I-O-N أو إضافة الأحرف T-I-O-N للكلمات المختلفة. أهم شيء حكيناه مس إني أنا الكلمة أصلاً بتكون verb يعني الروت وورد أو جذر الكلمة رح يكون فعل. متى ما أضيف له T-I-O-N رح أكون حولته لإسم أو لنون. كمان مرة سابع رح يكون في عندي روت وورد أو اللي هو جذر الكلمة بمعنى الكلمة الأصلية رح يكون part of speech إلها verb. لما أضيف لها T-I-O-N بالعمود هنا رح تتحول لنون.
مثلا مس imagine معناها يتخيل، هي verb. لما ضفنا لها T-I-O-N صارت imagination بمعنى خيال. ونفس الإشي بنطبق على كل الكلمات اللي موجودة عندك. يا ريت سابع لو سمحتي نحفظ هاي الكلمات، يعني مثلا تحفظي إنه motivate الناون منها هي motivation، ونحفظ التغييرات اللي بدها تصير، وطبعا بالإضافة للمعاني. تم شرحها كلياتها بالفيديو، وبحال كنتي مس ما بتعرفي معنى أي كلمة بإمكانك إنك تسأليني. طيب في عندي كمان مس اللي هو الجزء الثاني من الكلمة اللي هي how to make nouns. حكينا انه انا اول اشي اما بضيف T-I-O-N، والطريقة الثانية اللي هي اني اضيف meant للافعال لحتى اعملها nouns، زي لما نيجي نحكي مثلا equip بمعناها يجهز او يعد، and equipment بمعنى معدات. فانا ممكن غير اني اضيف T-I-O-N احول الناون، ممكن احول الكلمات لناون باستخدام meant. في عندنا كمان مثلا argue اللي هي معناها يجادل، فهي verb. argument بمعنى جدال بتصير noun. فانا عندي طريقتين لحتى اعمل الناونز، اللي هي إما بإضافة T-I-O-N أو إضافة meant. وطبعاً مطلوب مني سابع أني أحفظ شو هي الأفعال اللي بضيف لها T-I-O-N وإيش الأفعال اللي بضيف لها meant. طبعاً بس الكلمات اللي موجودة عندك بالكتب بصفحات اللي ذكرناها من شوي. الآن الجزء الثالث من working with words اللي هي كانت عندي double S sounding as ش. حكينا مس إنه أنا عندي صوت ش ممكن أعمله بطريقتين بالكلمات، إما بوجود SH أو بوجود double S بنص الكلمة. وحكينا إنه double S ما رح تنلفظ كش إلا إذا كانت in the middle of the word بنص الكلمة. الآن عندي أمثلة مس زي لما حكينا مثلا session, impression and Russian، كلياتها كانت عندي double S، كلياتهم كانوا بنص الكلمة. فبنا نحفظ مس الكلمات اللي بتيجي معها double S والكلمات اللي بتيجي معها ش. أوكي. Now in the second part، هيك أنا رح أنهي part 1 سابع. بالجزء الثاني رح نبدأ بمراجعة الجرامر اللي هو كان موضوع درسي عن simple present وال present continuous. Thank you for watching, Miss.